اكتر من كره خطيره في الشوط الثاني، تدخلاته في الوقت المناسب منهم كورتين مع احمد عاطف كانوا ممكن يعملوا مشكله لنادي الاتحاد. احمد رفعت، سلامات يا رفعت، يا ساتر، سلامات يا احمد يا رفعت، سلامات يا احمد يا رفعت. ان شاء الله كده بهدوء الجهاز الطبي يقدر يتصرف، ولازم اللعيبه تدي مساحه للجهاز الطبي هو اللي يتصرف، يبعدوا عن اللاعب كده عشان التهويه والتنفس. سلامات يا احمد يا رفعت، واحنا في الدقيقه 88 ان شاء الله يقوم سليم. ترقب الكابتن تامر مصطفى والكابتن طارق العشري، كل الجهاز الفني والطبي قام هنا وهنا، سلامه اللاعبين مهمه، وكله طبعا يتمنى السلامه لاحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر اللي اتخبط كده ووقع على الارض. ان شاء الله يكون بعيد عن عمليه ومنطقه الحلق اللي بتعمل ذعر للعيبه، الله يكون في عونهم. وبرضه بذكاء المخرج خرج كده بالكادر عشان اسره واهل اللاعب ما يبقوش مخضوضين قوي عليه. تمام كده، ان شاء الله باذن الله احمد رفعت نطمن عليه النهارده. مراسلنا في الملعب صلاح العقده يطمن بعد المباراه للاستوديو التحليلي. ولكن تبقى النتيجه 0-0، التعادل السلبي بين الاتحاد السكندري على ملعبه ومودرن فيوتشر. وادي الكلام اهو اللي انا بقوله، الكابتن علاء ايوب كمان نزل مدير الكوره وبيبعد العدد الكبير اللي موجود حوالين اللاعب هو طويق احمد رفعت، الراجل لوحده كده خالص، يمكن حصل له حاله من الاغماء او حاجه. ان شاء الله باذن الله سليم ومعافي احمد يا رفعت، واحد من نجوم الدوري المصري سواء مع انبي مع الزمالك في مرحله مودرن فيوتشر. وجمهور نادي الاتحاد اللي موجود النهارده في استاد الاسكندريه يترقب اللقاء المهم ضمن لقاءات المرحله رقم 16. ادي الجماهير هي كلها، سواء بقى لاعب من الاتحاد، فريق المنافس، من اي فرقه، من اي فرقه. ان شاء الله نطمن عليك يا احمد يا رفعت وتمر باذن الله بسلام وامان. ما نقدرش نتكلم كتير في الحالات دي لان الجمهور كمان خلاص بيبقى متوتر، لا تقدر تتكلم على الماتش ولا على الكوره ولا ارقام، انما نتكلم عن سلامه احمد رفعت. ان شاء الله يرجع سليم. وادي جماهير نادي الاتحاد بتنادي على حكم المباراه، يعني بيقولوا الحكم صفر يعني انهي الماتش، انما طبعا القانون يعني هو الجمهور سامعين وبيقول الحكم صفر انهي الماتش، انما الحكم هيكمل الوقت. هنشوف كده جنش اهوت بيتكلم مع كابتن ابراهيم محمد، انما هنرجع لاستئناف المباراه تاني. ما زال جماهير نادي الاتحاد اللي بتنادي على حكم المباراة ابراهيم محمد، وهنشوف حوار ابراهيم مع محمد معروف في غرفة الفيديو، وسمير جمال مساعد محمد معروف هيعمل اسقاط ويكمل الدقائق المتبقية من احداث المباراة. مباراة بدون اهداف لغاية دلوقتي، ولكن المشهد الاخير بوقوع احمد رفعت هو الاهم واللي يشغلنا الوقت اللي جاي، ان احنا نطمن على سلامه اللاعب. شاشه اون تايم سبورتس في كل مكان مع نهايه المباراه بمشهد اللاعب احمد رفعت اللي نتمنى له السلامه. نروح للاستوديو التحليلي والزميل العزيز فتح الله زيدان ونجوم التحليل الفني كابتن فاروق جعفر وكابتن شادي محمد. تحياتي محمد عفيفي، إلى اللقاء في مباريات قادمة.